الله محيط بالناس، إذا ما تستعش وأنتم ما تستعوش، الله محيط بالناس. بمعنى إذا إذن في إشي يكون فهذا لحكمة. من ضمن الحكمة على فكرة إنه مرات أنت ممكن تعلم ابنك بتجربة قاسية وتخرجه، ولذلك دلوع أمه غالبا بيصلحش للحياة، دلوع أمه بيصلحش، اللي بندعك بيصلح. ها، ولذلك احنا دائما زي الاطفال منحبش يعني الاوبر يغزونا، زي الاطفال منحبش يغزونا اوبر، وهي الاوبر هاي في النهاية ايش؟ انت بتكتشف انها بتصعد الوعي، تعطي حكمة، رؤية جديدة. ياما المسلمين كان عندهم تصورات حتى في فهم الاسلام غلط، كانت التجربة علمتهم انه مش هيك، مش صحيح. لذلك اقرأوا شو كانوا يكتبوا المسلمين قبل قرن، كيف كانوا يفهموا الامور والتعامل مع الامم ونظرتهم للامم، وبعد ما جربوا وانتكسوا هون وصار هيك وتجارب وسجون وتهذيب، واذا بآفاق جديدة وفهم جديد للاسلام وفهم جديد للانسان وفهم جديد لرسالة الاسلام. ايش الاسلام جاينا؟ ايش يعني ليش جاي الاسلام؟ فالتجارب هاي خصوصا اللي فلسطين بتدرسنا اياها من اجل التخريج. ليش هم الصحابة لما تخرجوا شو كانوا معانيين؟ لما نزلت كنتم خير امة اخرجت الناس، قبلها شو كان صاير معهم؟ ولكن طلعوا هم حكماء الارض كلها، طلعوا هم المصلحين للارض كلها، واذا بهم لم تعرف البشرية فاتحين مثلهم رحماء، وفي نفس الوقت معجزة من المعجزات. طب ولكنهم عانوا. ما هو التربية هيك، ما هو التربية بهذه الطريقة، التربية مش دلع. ولذلك الجندي في الجيوش لا يكون يعني بسمحوا له ينام زي ما بده، ويروح وانت ما بده، ويكون تعبت وانت ما بده، ما ياكلش تراب يعني، ما ياكلش سحالي الى اخره. كيف بدربوهم يعني؟ كيف بدربوهم؟ ليش؟ قال بدنا نعمل منهم رجال. مشان شو؟ مشان لهم وظيفة. والأمة وظيفتها ايش؟ ما هي اصلا أمة نامت عن وظيفتها. لما نامت الأمة عن وظيفتها ضاعت البشرية. هذه الأمة بدها عدة صفحات. صفحات 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 مشان ايش؟ مشان ايش الصفحات هاي؟ فيق. ما هو مرات على فكرة اذا ما صفعتوش ممكن يروح فيها. اذا اغمي عليه اظن في الطب مرات بصفعوه مشان يفيق ومشان يعني ينتعش. هذه الامة هذه صفحات الانتعاش، صفحات افاقة وعي كله. وانا مش شايف اطلاقا انه في نقطة تراجع واحدة، كله في اتجاه الصح. ليش هي احد وهزيمتها كانت تراجع؟ كانت درس. وحنين كانت تراجع، كانت درس، مش هيك؟ ولا يكون زي ما قلنا صلاح الدين كلها كان انتصارات، لا، ياما معارك انهزم فيها صلاح الدين، ولكن العبرة اللي شفناها في الاخير، الاخير هذا جاي، ولكن الشياطين طبعا اليوم، الشياطين يوحون لاوليائهم، بعدين ابليس ما هو برضو بيشتغل مشان يحزنكم، وتفاصيل طويلة، وجنوده كثيرين. بس هذول الجنود الكثيرين لما بتوزنهم بالأمة، الأمة هي الكثيرة. وهذول على فكرة إن كيد الشيطان كان ضعيفا، في النهاية كيد الشيطان ضعيف قد ما يخطط، لأنه أصلا أدل دليل على أنه كيد الشيطان ضعيف يعطونا الثمار. خططوا كثير أعداء الأمة، خططوا كثير ومكروا كثير قرون، وعلى كافة المستويات، في الكتب والمناهج والصحف والفضائيات والحكام والى اخره، مشان يفسدوا الامه ويبعدوها ويغيبوها. نجحوا، وين الثمار؟ وين الحصاد؟ انا مش شايف حصاد الا وعي الامه. انتوا شايفين حصاد غير هيك؟ وعي الامه. بسقط منا ناس طبعا، بسقطوا دائما في تافهين، لكن هذول التافهين قديش في الامه؟ يعني لما ينجمعوا في ساحه واحده كتار، بس في الامه قديش هم؟ اذا جمعتهم في ساحة وركزت عليهم التصوير كثار الفاسدين
بس هو حقيقة لا، الأدوات اللي بيستخدموها. لكن قداش استخدموا كما قلنا أدوات فساد؟ هم بيستفزهم إيش اليوم؟ ليش هم على فكرة الآن بيعلنوا عن عداء لم يسبق له مثيل؟ لأنه أنت عم بتقدم لهم حصاد جهودهم قرون فضلوا، هذا حصادنا. هو إحنا هيك بدنا؟